180 دوغري علي خليته في بلجيكا. شوك البحر والزين بتاع البلاد. يا تونس وكهو. هيا المعلمة. سي اخويا فهمتني، غدوة ان شاء الله يا ربي معناها مربوحة، وبقدرة ربي باش تكون سهرية عالمية. شيء مزيان اخويا في بلاصة لا كوبولا ذي في وسط البيت، ريستورون مزيان الحقيقة، جو تحمون على الاخر، موزيكا ودنيا وشنو شيء عامل كيف. نحب انا كل ما نروح لتونس نحب نبدل شوية الجو، نهبط ناكل ماكلة عروبي نعمل جو. صباح الخير صباح الخير، نهار كبير اليوم، بارتي روتور مكشخة جي اس كا. الحقيقة من الاول كنت نقول ما فهمهاش حتى طرف اونجو، والمكشخة باش تربح فاسيلمون وكل شيء، ما تو بعد ما نضربوا الهوني وبن عياد مانيش نقول صعيبة، خاطر جي اس كا الحقيقة ماليش نيفو بالكل في الالي، اما كوميم تقعد كاردو فينال نتاع تشامبيونز ليغ، معناها باش تجي تلعب للماكسيموم. ورينا البارح الوداد وسيمبا كيفاش وفاو بالبينالتيات، لكن مربوحة ان شاء الله قدرة ربي لاباس. دونك جي بروفيتي قبل ما نمشي للستاد باش نجي نعمل طلعة رابيد على معرض الكتاب، فرونشمون حاجة تعمل كيف واسمع وصافي دو بليزيغ انه واحد يشوف اللي توانسة تجي وتشد الصف باش تقرا الكتب، تعطي شوية امل في البلاد وكهو. الناس كل نصحها تجي لمعرض الكتاب، تاخذوا كتب لصغاركم تري تري بون بري، تاخذوا روايات، كتب تاريخ، كتب علميه، بس وين مستحيل تلقاها لبرا في الليبراري العاديين. وتوا خارج نجري للستاد، توا 6:15 وبارتي تبدا 8 معناها بالحق، وقايد على الاخر شوف ما فماش تاكسيات ولا سلام على منام حتى حد فيكم ما فلو كي ولا هكا على الطاير انتوما فهمتني ديريكت مو فهمتني، نلقى روحي ماشي للاستاذ فهمتني مع بيت فهمتني اول مره نقابلهم اخويا. ميرسي بوكو امي معاك في الفيسبوك ما تتبع فيك ما تشوف ديما تهبط وديما تتبع وي استاد امبوتياج بوه كلب ولا دونك توا خلاص الاستاد رهبه رهبه رهبه. دخلت الاستاد ديما عندها رهبه سبيسيال على الاخر، واليوم عمري ما ريت استاد معبي كيما اليوم، يعني ما كنتش نتصور من الحقيقه ما منيش فاهم انا كاردو فينال، معناها مانيش نحكيو على دومي ولا فينال، اي بورتون معبي بطريقه غير عاديه ان شاء الله مربوحه وكاو. دونك انا توا احمد وقفت ستوب، طلع امي معايا في الفيسبوك يعيش في فرنسا وانا في المانيا وخويا ونس ديبلاسي بالذمن المكشخه، ان شاء الله وجونا مبروك اليوم كيما كل مره، وان شاء الله في اخر البارتي فهمتني نعاودوا نتفكروكم مره اخرى. ترجي يا دوله ان شاء الله مربوحه اليوم ونترشحوا للدمي فينال معناتها مالغري معناتها لي زابسونس اللي عندنا اليوم في لاباس قدره ربي لاباس بالجمهور اللي باش يحضر اليوم صحيح. باسم الترجي بالشعار هذا باش نربحوا قدره ربي وبركه كي غير دخلت بالحقيقة استاد معبي معبي وجمهور الجي اس كا زادة دي بلاسة، نوريكم بعد شوية شيء مهول هذاك من غاديكا فهمتي، جمهور الجي اس كا بركلم عن هذه بلاسة وبالكدي بالكدي. المكشخ محاضرين دخلة برامو عالمية من هنا لكابيل شانعين من الجمهور عنده مسي. اسمع جي اس كا جمعية كبيرة، جمعية كبيرة برشا.
ولا دخله ولا دخله. الترجي التونسي العريق هكا هو هذاك شنو نجم نقول. مش عارف علاش الحقيقة، معناها سي تري ريسكي يجي في الريتور نتاع الكار ويبدل على خاطر جزء الهوني ناقص، بصراحة ريسكي على الأخر الحكاية نتاعو. هاي اخرج هاي اخرج اخرج. تري قاعدين يلعبوا في بريسيون الفوق، با بصحتهم كان نجموا يلعبوا دومي تو هكا وما نتصورش بكل. الريسك اللي تلعب فيه الترجي ان شاء الله ما تتحرقش بالنار هكا هو ورجو هكا هكا الرجو تلعب 3-5-2 عندك انت ملاعبين تاع 3-5-2 تبدل التكتيك نتاعك في الكاردو فينال رتور ميتون دقيقة عندي كلمة بركة فسخ وعاود من جديد ما ثم حد شيء هما دو ولا تروا بالاريتي هكا شوية ما بدل أرجع ساعة 4-4-2 وبعد نحكيو على اليمين وعلى اليسار الحاكم يتحرك مع الزيرية ومع الدواز وصلت جاهز وانت عندك حساسيه
باش نموتوا الزحف الفول صغير مسكين جي عليه هكا الزحف عليه الكفر الزحف يا ربي استر يا ربي استر وكهو تحل الباب تحل الباب يا ربي استر وكهو بن الشريفية وخطر هكا راهو مش تكمل البارتي شمامها قارس خرجوا من لاعبين الترجي هديوا في الجمهور هكا سيء لاعبين مروحة سيء لاعبين مروحة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حرام يا ربي حرام حرام يا ربي حرام حرام سياقه في الماتش زيد صح كوره في تونس سماح 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 يا اخوي حرام يا ربي العبيد هربت زح 40 سنه زح عمرها ما صارت لي دخلت استاديت في العالم الكل عمرها ما صارت لي حرام حرام عبيد هربت خايفه الله غالب مانيش تاع كوره شوف من الاخر البلاد ماهيش راكحه بوليتيكمون والحاكم عنده مشكلة مع الجمهور والجمهور عنده مشكلة مع بعضه والناس نقمة على بعضها هاو من الاخر على الاخر فهمت البلاد ما هيش راكحة نكذبوا على بعضنا زيد الله غالب عبيد خرج ناقمة من الستاد الزح الناس لو يعرف هو ولا يعرف سكمه صبر يا ربي وكحف كي راد علينا ربي ياي نكملوا طرح اخويا لهنا في القهوة 41 سنة مانيش مستعد انا باش نضرب بالكف وباش نتناك بالغاز وباش يا اخوي سماح انا نكمل في القهوة وانا رايح اخوي انا هو المدعي عيب ابوكا وانا فهمتي متسكوزي في فوتوي نتفرج على البارتي إلي الشارمة متاع الستاد وحده اما اخوي لا سماح والله وليت اسمع بالرسمي وصلت العمر وليت نخمم في الكونفور يا اخوي ما عادش نخمم في حتى ايموسيون وحتى شيء الاهلي تعديت 0-0 عندها قماش الربح هذه ربحة 2-0 في مصر تحبها تخسر إليها والاهلي والله تشد الترجي هذيا دقدقها اصلا هاي سيدي 1-1 هاي زالوا 6 دقائق باش تعديو 6 دقائق والله فلوقي متلف صح نكشخة فهمتي سحبتها على روحها توا زيرية فهمتي باش يكبشولك الاخر سيكون برافو جارديان يا اخويا زفرنا يرحم والدي ساتر يا رب الحمد لله يا ربي واو برجوليا الجاي عم تعال مكشخه هاي يا اخويا هاي الحمد لله فيه هاي نبقيكم بخير الاهلي تو الاهلي في مصر سافوار بون بوتيتر الله اعلم اما الترجي اللي ريتها اليوم ما تعمل حتى شيء مع الاهلي اما حتى شيء مع الاهلي احنا فهمتني ما كناش اللي حضرنا على ثوره وحضرنا على الكوفيد وحضرنا على الحرب ناقص كان استغفر الله يا ربي حاسيلو البلاد ما يشراك حول البلاد ما يشتعى استاد زيد